باي هكا سي شباب في جرة بهمتك باش نبصيو الناس الكل. واني فجيت سلاح خايب. كيفاش فجيت؟ لك لما تخلى في الحفنيه وشافك وانت ترفك في الحديد. مش صب بك صب التوتو. اي ما كنت قلت لي اعمل هكاك. انا شنو؟ قلت لي اعمل هكاك. هاو باش نعمل لك انا توا عامله نبعثك ورا الشمس باذن الله باش هكاك الحكايه هذه ما عادش تحكيها مع روحك باهي. هما كي يجيو. انا باش ندخل فيك بالضرب باش هكاك نجم نمنعك. فهمت ولا لا؟ فهمتك. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمتك. فهمت ولا ما فهمتش؟ سيبني خليني تلو. صل على النبي. سيب. تعض اليد اللي تمدد لك. وسع بالك عندك توفيق. تسرق محلك. عندك توفيق. يا اللي ما تحياش. وسع بالك. عاوز التوفيق. هكا. هكا بابا باللي عمل معاك هكا تطلع تخون الامانة ساقط. يا شلفي انا طلع لك والله يا سي توفيق نعمل زياره فوشقيه هذا ديما نعطيك كسكروت طر انا طلع لك طيب عليكم تو نفس كل وانتم تتبربوا عليه مشكلته معي انا تو نحلها معه اي عاس اصلاح اي جيب خريص يرحم والديك بس عبالك شنو هكا نغفصوا تحت سقايا انا تو كان سايبها كان يحب باب الله يرحمه وحب امس الله يرحمه نعم الله يرحمك هو بس عبالك توفيق سيبني سيبني ودي يا سلاح مشي باسي على خاطره ما يحب باب يحب باب كلنا نحبوه انت تحبني باسي انا مش نمشي باسي هيك سمباتيك سمباتيك هاي تو نهارين ونطل عليك يا سيدي سمعني راني متوحش اختي اميرة اختك اميرة في بالك مادام اختك اميرة معناها انا نجي خو اميرة انت من بقرة خويا هو انا نجي خو انا صلى على النبي متخيل في روحي خو اميرة انا خوك انت خو اميرة امير اختي عجبتك شبيك ما سعبالك يا سي توتو والله العظيم والله انت ولد حلال ومقدر باللازم لا ننسيها لك الفازه ذي اللي عملتها معايا ومع اميره كي تلهيت بها وعلفت تلهيت بها ورده تلهيت بها قاعد لي كلب قرن تلهي بيها الله يا بنت حلال ورد برا بابا الله يهديك امير امير ما توحشنيش يعطيك رعب تين راح يجي تاعو الناقل باي اميره اي نعم بوك الزين اي نعم بوك بوك الزين اي نعم بوك الزين ونعمك اجي لي اجي اجي بوي اجي اجي بوي ما هاد في الدار يا ورده نعم نعم سي توتو يومي وين دابا باي خرجت مشيت الحجيمة حجيمة ولا كالعاده والله كي كمان عرش خير دار خبروا عليه ولا مازالوا وقتاش مازالوا ما قالوش اما اكيد بعد المغرب تو يقولوا عليه تعرف ان شاء الله ما يطلعش غدوة دابا باي خرجت ما عنديش فلوس نقضي قضية رمضان طب عمري نصرف عليكم انا في الدار اوه هزك الحفنيوي قل له يهز معك القضية شد حت اوكي اميره بربي قل له يهزها معاه اميره ده اميره مش هنيره اميره البقره يا بقره مو حفنيوي الله عينك الحمد لله على سلامتك يا حفني بالليلة ذكرني في هالموضوع يعلم بي ربي كيفاش تعدوا عليا كالايام شنو حفني باش ترد هدرام على ايامات حبسة مش حكاية هدرام نامي منيش تمرميت نامي منيش الحبس ما غضبتني غضبتني كيفاش يقولوا لي التسالك تنام ليلة صغير وظل شعار وكرشي بطبقة وجابت قدامي شجرة بتاع كربوسي دايما مديش بدأوا بتاع الناس لا ما بديش يدي جاوب قولي قولي تنسير والله غفتني والله بسم الله عليك يا هفني وتو تنسى مش حكاية تنسى تخفتني بصراحة في هذا كل تعرفش بخوفني ني بخوفني العباد اللي دايرة بي جيش نار ونتيح من عينها تخافش تحط من عينين حتى حد بالحق تعرفي والله انت بتحلق
تعرفي باللي جيت أميرة تشكر فيك وتعاونك. أميرة عارف كي تشكر فيا أنا اللي كنت شي كسب. أنا عرفتك. مشكو؟ أميرة البقر. تخيل أميرة عرفتي. ليه ما ريحت أنت؟ أنت كان أميرة البقر. تسمع اللي تتقرني فيها بكم السراكيك تقول نعم هرب من بطوار إلا ما تاخذ في خاطرها. يا حفليوي. إيه. اسكت يا سمعون. مرحبا ما سيتيني. مسيتيني. خايف علينا انطرت؟ نعرفش أما استنست بيك يا حفنيوي. استنست بي معناها كي كي ظلك كيك هو تو كيك هي أو توحشتيني؟ توحشتك؟ والله لا تحشمي علي؟ هكاك تقولي لواحد راجل توحشتك؟ أنساها الحكاية. حضر روحك شو شي نقضي وقت رمضان شد سيتو تعطاك الفلوس هذو ليه هو البكرة يعطيني رعب ألو يا روحي وي يا روحي المفتي شقال رمضان غدوة ولا بعد غدوة ليه ليه مازلنا ما نعرفوش رمضان غدوة ولا مش غدوة أما هنا عزيزي عندي ليك خبر يهبل قل لي يا روحي شني ماما هاي بجدي تعدي بحثينا رمضان الكل أو كذرب عندك عاد باش تشيخ بالماكلة والتصنيف الفازات لبنينة هيا فرحتني إيه يا روحي وإحنا كيفاش معناتها بوجود الوالدة ربي يحفظها القضية متاعنا باش نسيت تتعدل يذولي يا روحي يذولي القضية متاعنا تأجلت بعد العيد هاي باي السلام عليكم هكا رجعتني بسم الله عليك رعبتك رعبان جبت لك القضية هايبي كيما وصيتك ما نسيت شيء كل شيء تك صح والباقي بتاع الجماعة عايشك جبت لك حاجة قضوء أما بفلوس العبيد راح حفلي ما يجيش لا ورحمتي أمها لا فلوسي نا ذاك حر مالي جبتولك لك أنت كاتو تعرف أول مرة واحد يخمى فيها ويجيب لي حاجة حتى أنا أول مرة ناخو كاتو العبد المرة الجاية نخلك حاجة غالية ناخذ هذاك بالبوفراوي كي خممت فيها يا زي والله هاي باهي هاي كان سحقيتي حاجة هاني حدا الجاب يا غادي باهي أي حاجة نادي حفناوي وكو كون حداك باهي زعما لاباس ثم باب حفناوي لاباس جات ورده فماش حاجه تاكل شو تحب نحط لك شيء حاجه حلوك ايش شوكولاته ذا؟ من الزهر انت شبيك تمأذنا؟ لحظة بربي شبيك؟ بلاي شبيك؟ تحب شاي شوكولاته؟ ها؟ وين في الصالة؟ بيخليها لي ذيكا